مساكم مليان بكل الخير بكل الرزقة بكل البركة، يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم بأسبوع جديد. زي كل يوم اثنين نلتقي إحنا وياكم بدعمسات، وكل يوم اثنين بيكون في عنا ضيف محضرين له شوية مقالب وشوية تحديات. اليوم الله يكون بعونه هاني متواسي، يسعد مساك. ولا عونه ولا إشي. إيش مقالب؟ إيش يعني بصراحة؟ والله يعني أنا سألتك قبل الحلقة كيف الهمة. لا كثير بالك. بوش ابس مش بوش ابس، هاي الحركة يعني في شوية حركة عادي، ممكن اضلني هون وعلى المستشفى. هيك؟ طبعا. طيب بدنا نقول مساء الخير لمغربي ومعتز حبايبي القلب، يسعد مساكم. العافية معلم، تحدي بلاي ستيشن. اهلا وسهلا فيك هاني. ولاء مساء الخير، كيفك؟ مشرقة اليوم اكيد بوجودكم عندنا. الله يخليكي. ولاء راح تكون طالعة لايف على البيج هلا، فراح ناخذ شوية كومنتس ونرد على العالم. اوريدي احنا هلا لايف على طبعا. مسي على كل المشاهدين وشكرا لاستضافتي طبعا. اهلا وسهلا، انا بتشرف دائما فيكم. احنا بنتشرف حبيبي. الله يخليك. هاني يعني مبدئيا في ناس كان قبل كم من يوم بحكي انا وياهم فبنحكي هيك، فبحكوا لي انه هاني متواسي مواليد 90. 95. لا انا بعرف 90 بتحكي جد؟ والله انا هيك سمعت. انت كيف شايف شكلي؟ هلا انا بعرف بس يعني هم ما بيعرفوا. لا لا 83. 83 تنبسط لما يقولوا عنك مواليد 90؟ يعني انا مش عارف بالنسبه يعني للبنات يمكن بتفرق، ما بعرفش انا بالنسبه لي بفرقش. الشباب بفرقش الموضوع. خلص 83 يعني بالاخر احنا الشباب شو خطيرنا يعني؟ يا سيدي العمر كله ان شاء الله. الله يخليك، الله يعطيك الصحه. هاني بلشت تغني غربي قبل لا نبلش نغني عربي، قبل لا نكسر الارض واحنا نغني عربي، بلشنا نغني غربي. بلشنا غربي نعم صح. اي سنه؟ بروفيشنال يعني انه بلشت شغل بروفيشنال لما بلشنا نغني. لا هلا انا بلشت صغير اتدرب واغني وكذا. بروفيشنال بلشت يعني شغل، انا كنت اعزف ب بلشت باوتيلات يعني باللوبي وهيك، كنت اغني اسباني انجليزي هيك شغلات. طب شو بدك تسمعنا شيء من تبعون زمان الاسباني والانجليزي؟ يعني انت بتحكي قاعد عن 13 14 سنه. طب يلا نرجع بالذكريات. عادي عادي. يعني اذا هلا مش مغني، مش عمري ما غنيت انجليزي من وقت من يوميتها لليوم، يعني يمكن ما انحطيت في موقف اني ارجع اغني. يلا هات نشوف شو بدنا نسمع. بس يعني اذا صار هيك هيك عكه مش معك. لا مسامحينا مبدئيا. رح العب شيء لإريك كلابتون. What do you do when you get lonely? And no one waiting by your side. And you've been running out of much alone. You know it's just your foolish pride. And Layla, you got me on my knees. Layla, I'm begging darling please. Layla, and darling won't you ease my worry mind. To give you consolations, but you're a man will let you down. You're like a fool, I'm being in love with you. You turn my whole world upside down. Later, you got me on my knees. Later, I'm begging darling please. Later, just darling won't you ease my worried mind. هذا وانت خايف تقول لي عكه صغيره. يعني بصراحه مش عارف كيف بدي استحافظها بس بحبها بعشقها هاي الاغنيه. عاد انا في ناس غششني وحكى لي انه في اغنيه اجنبيه انت يعني غنيتها احلى من الاصليه. انت مين بغششك؟ بغش. انت مع مين بتعمل؟ بقدر اطلبها ولا ما يطلبه المذيعون؟ المذيعين تفضل. هيرو؟ والهيرو يا زلمه. كنت اغنيها كثير هاي. كنت اعشقها بصراحه. اعشقها. اعشقها. يعني هاي يمكن ما اكونش كثير. Would you dance if I ask you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?
Would you tremble if I touch your lips? Would you die? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms all tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You can take my breath away. And I can be your hero. الله حبيبي هاني. بيوم من الايام قررت انك تعمل ديو، فما الك الا انمار هارون. كان بدك تسمع بالجاليري يعني لو بسمعك اير بيس كان سمعت العجايب في سلم موسيقى جديد. هاي الاغنيه انا كثير بحبها، وانمار بتعرف قد ايه بنعزك بس ما تغني. انتوا مش عارفين كل الصوت في داني. حبيبي هاني بدي اسالك 15 سؤال جاوبني عليهم بسرعه. هاي انا كثير سيء فيها، بدك تجاوبني بسرعه. اذا فيها ذكريات وفيها اتذكر انا يعني لا يمكن ما يكون فيها كثير ذكريات. يلا بنجرب. طيب يعني بس انا جد سيء يعني حضلني هيك اصفن يعني. انت شوف شو بيطلع معك. جرب. يلا كم عمرك؟ 33. 33 العمر كله. اكلتك المفضله؟ انا المنسف بحبها جدا. قديش معدلك؟ مش عشان الاد بس جد بحبها. قديش معدلك توجيهي يا زلمه؟ انت بعدين معك كله احراج يعني بصراحه. 71 كان. كم اخ عندك؟ بس علمي كنت. كم اخ عندك؟ عندي اخ واخت. الله يخلي لك اياهم يا رب. اكثر مره وصلت سرعه السياره قديش؟ 100 بالاردن. بالاردن يا زلمه انت بدك تسجلنا من هنا اذا خلينا. لا انا يعني 180 يمكن. هاي كانت هي المره الوحيده بحياتي. المره الوحيده. طيب. طريق العقبه. بس اكثر صفه هاني متواسي ما بحبها بحاله؟ في كثير شغلات بحس حالي مرات شغله مش عارف بس يعني في قصص كثير مش بحبها في حالي. انا كثير طورت من حالي يعني بس كشخصيا يعني على الصعيد الشخصي. بس يمكن انفعل بسرعه مثلا. عصبي؟ لا مش عصبي. انا يعني لو بعصب بسرعه بهدى بسرعه. انت فاهم كيف؟ اوكي. لا مش عصبي يعني قدرت اسيطر على هذا الموضوع. طيب مش مين اقرب شخص عليك على المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي صديق مثلا او صديق. حدا تشتغل معه او اقرب حدا عليك انت بتحس هاني كثير قريب عليك. والله في كثير ناس قراب مني. نختار واحد. نختار انا هسه اقرب واحد جلال بتعامل معه بدير اعمالي فاكثر واحد بشوفه. سلام على مين بدك تعمل ديو؟ نفسي عليه طبعا جلال طبعا حبيبنا جلال. بنفسي اعمل ديو. ما عمره كان نفسي اعمل ديو مع حدا بصراحه. لغير هاني متواسي سي دي مين بنلاقي عندك بالسياره؟ باكو دريسيا، فيسنتي اميغو، جيبسي كينجز. عربي؟ عربي ممكن احط فيروز. مرات بكون اذا مرات بحط فيروز تشكيله هيك. بس عربي بصراحه بحاول ما اسمع كثير. ممكن عربي متنقاة يعني اغاني متنقاة من كل الفنانين. يعني ما في فنان معين. تلاقيني بنقي اغنيه لكل فنان يعني هيك تكون لها طابع حلو ومميز وقوي. تلاقيني بحطها. بس ما في فنان مثل تلاقيني حاط كل البومه يعني. عرفت؟ تمام. حتى انا بسمعش رح نقلب شوي ستايل الاسئله. هل فعليا زواجك كان مفاجئ للناس اللي قراب عليك؟ لا هو يمكن انت دائما كنت تحكي ما حدا بيعرف. ما حدا بيعرف. ليش ما حدش بيعرف عاد يمكن فيمكن مفاجئ لاي حدا هلا بيعرف. يمكن عادي. ممكن حدا هلا لا بس انتشر يعني حتى بمجلات وكذا. يعني كان في انا دائما حياتي الشخصيه
لقيها هيك يعني اجاني مجلات كثير مثلا أه. انه هات صوره انت ومرتك انت و... انا ما انا يا شخص ليه. طب المفاجاه الثانيه أه. عندك اولاد؟ عندي ولد صغير الله يخليه. شو اسمه؟ جمال. الله يخلي لك اياه يا رب. بتحب بيوم من الايام جمال يكون يغني زيك ولا يكون دكتور زي والدته؟ احسن مني مش ما بفرق يعني انا بدي اياه يتعلم كل شيء بالاخر يعني يتعلم اي شيء. طب يطلع طبيب ولا يطلع فنان؟ ما اللي هو بشوفه مناسب. اللي هو بشوفه مناسب. يعني يطلع فنان يطلع طبيب يطلع طيار يطلع حر محاسب اللي بده اياه هو شو بشوفه مناسب انا راح اعمل له افتح له المجال على كل شيء هو راح اساعده يعني انه يوصل لكل شيء واللي بشوفه مناسب بتوجه له بالاخر. الله يوفقه يا رب ويخلي لك اياه. نروح عند ولاء نسمع شو في كومنتس على الفيسبوك لايف. يعني اكيد منورنا هاني باستديو كرفان اليوم. كثير في تفاعل على السوشيال ميديا على صفحتنا على الفيسبوك كثير في تعليقات راح احاول اقرا قد ما بقدر. في عندنا ايمان نادر بتحكي منور هاني صوتك رائع وحضورك ارواح. شكرا شكرا. في كمان عطر الياسمين بتحكي منور هاني متواسي. شكرا. كمان في سعيد ابو مرخيه سال سؤال انه قد ايه كان عمرك لما اكتشفت موهبتك؟ عمر بالضبط. اكتشفت موهبتي لما بلشت في هذا كان عمري 11 سنه كنت بلشت جيتار يعني كنت قبل هيك انه مصر وبدي جيتار وكذا بس ما كانوا واخديني الاهل انه الموضوع جد انه شو بدك جيتار وشو الحكي ما كانوا عارفين انه عندهم بالبيت وانا كنت مصر وهيك ورحت اشتريت من المكتبه هذا الجيتار ابو الشيل اللي فيه ثلاث اوتار واصلا بلاستيك لانه بيكون ازرق زراوي واعطيتهم هذه الاجواء الحزينه انه انا نفسي اعزف واقعد على اقعد لهم وين ما يروحوا الزق فيهم ترينج ترينج انه خلص مشان الله بجيب لك جيتار تمام انه بس خلص فلم بس كانوا يعني لما يعني كانوا جديين لما شافوني عم بعزف بلشت لأم كلثوم وكذا شغلات هيك أدندن يعني فلأنه كنت كانوا بضلوا يسمعوا أغاني قديمة أم كلثوم فصرت أدندن لهم الشغلات اللي بيحبوها مع أنه أنا مش كثير مستمع كنت مدام أنك شاطر بالدندنة بدي أعمل تحدي أنا وياك هلأ كنت شاطر هذا سبب الطلب لا لسه شاطر بدنا نعمل أنا وياك تشالنج أعطينا بدنا نغني أغنية معروفة كلماتها على لحن أغنية ثانية معروفة هذه مش امبوسيبل لا لا انت بتقدر تعملها تعال نجرب اغنيه قديمه يعني ايش ما كانت قديمه او جديده كلمات اغنيه معروفه استنى سمعت إشي هيك انا لحظه قبل فترة. على لحن اغنيه ثانيه معروفه سمعت شغله قبل فتره هيك ضحك صراحه ايش هات سمعنا هيفا وهبي لا بس بالطريقه لحن ايش لحن اردني دحيح يا رجب حج صاحبك عني يا رجب صاحبك جنني يا رجب حج صاحبك عني يا رجب صاحبك تنني ضحك كثير ظابطه بتصدق ظابطه لا انا سامعها هي مش من اختراعي اكيد يعني طيب لا انت سامعها مش من اختراعك لا لا احنا كان بدنا نجربك بشغله انت تخترعها معقول يطلع معك لا هلا مستحيل مستحيل يعني ايش تتذكر اغنيه من ايام افلام الكرتون افلام الكرتون يا ابوي انا كنت مدمن افلام كرتون كنت احضر كنت اموت على جريندايزر مثلا ممكن نسمع هذا اللي كان تطلع عليه هيك يا الله شو بس تكبر تكون واحد مثله هيك يقعد على الشباك حلم الاطفال بعدين تطير وتفجر سوبر هيرو وسوبر هيرو طب متذكر اغنيته تذكر اغنيته مش ككلام يعني كلامها لا بس اللحن اكيد اوكي علي علي بطل افليك هيا طير يا جريندايزر دايلا تا دي دي را را دي را دي را را تا دي دا دي دي را 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 انا بموت على اللحن شاطر بالتمثيل كان لك تجربة صغيرة مرة هيك على يوتيوب مع رجائي مع رجائي صح يعني ممكن يعني مرات لو جاك بيوم من الأيام مثلا عرض حلو انك تمثل بمثل بحب الشغلات طب اذا اعطيناك مشهد هلا ممكن تمثل لنا بدك تجربني هلا بدي اعمل واذا ما زبط هسه بتروح علي التجربة لا بزبط معك تخيل يا سيدي العزيز هلا رن عليك شيء بطولي بدي اعطيك البطولة هلا رن عليك مثلا اهم منتج بالعالم وعنده لك اوفر بمليون دولار بده ينتج لك بمليون دولار تمام بس رن عليك بحكي لك هاني اقنعني ليش انا بدي انتج لك فانت هلا بدك ترفع التليفون وترد ومعك دقيقه تقنعه لهذا المنتج يعني انا صراحة ما انا اقول لك شغله لازم اقتنع في لازم اقتنع في
طيب هلا انا كيف شخصيتي؟ مش بدك اياني امثل؟ هلا اذا بدك شخصيتي انا كهاني كهاني انا لو حكى معي منتج بده يدفع مليون دولار انتاج انا ما راح اقنعه لانه بالاخر نفترض انه فنان صغير مغمور لسه باول طريقه هاني قبل 10 سنين هاني قبل 20 سنه اوكي رن عليه منتج كبير هاني خلال دقيقه اقنعني ليش انا لازم انتج لك بدك ترد على التليفون السؤال الصعب هذا هلا بدك ترد على التليفون تررن تررن فصلوا بوجهه الزلمه الو بدك تقنعه زلمه خط الو مرحبا استاذ مي استاذ استاذ اسماعيل كيف حالك يعطيك العافيه انا الفنان اللي حكوا لك عنه ايوه كيف حالك استاذ شو اخبارك الحمد لله انا بدي يعني كيف اقنعك اوكي انا بدي اقنعك انه انا فنان انا لازم طبعا اغني لك اكيد هيك على التليفون ما راح يزبط لازم اورجيك موهبتي انا عندي طموح كثير كبير انا يعني انا طموحي مالوش حدود بتفرج دائما ما عندي حتى رول موديل في الحياه انا رول موديل هو اللا نهائي فانا لازم اقعد معك عشان اورجيك شو انا عندي قدرات وشو بقدر اطور فيها وشو راح اقدر اعمل فيها وشو بقدر اغني وكيف ولازم اقنع انا راح انتج لك خلص خلص اوكي اكيد انا بأخر على الله عليك عادي مش مليون لو 100,000 موافق هاني متواسي يا حبيب القلب انبسطنا فيك اليوم خلاص اقوم اروح يعني لا انا وياك مكملين طيب بس الشباب بدهم يكملوا هلا مغربي عنده قصه اليوم يعني تاركها على البركه اليوم عنده بفقره وجهه نظر سيبها على البركه راح نخلص من بس مغربي هلا بلشان عم بلعب بلاي ستيشن عم بلعب هاني متواسي انبسطنا فيك كثير انا كمان حبيبي يعني ما حسينا فيها شكرا وانت لك فتره غايب يعني عن البلد الحمد لله على السلامه تسلم انا بغيب وباجي يعني عايش برا هلا بس بضلني اجي كثير ومن ناحيه الاغاني عم بحكي للشباب والجمهور عم بسمعوا في اغنيه ان شاء الله قريبه جدا 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 وراح تكون ستايلها مختلف جدا جدا عن اي شيء سمعته عربي فراح يكون يعني فيها شوي هيك نوع من مفاجأة ولكن أنا ما بحبش هاي التعريفات المفاجأة ومفاجأة بس ولكن هي رح تكون مفاجأة للناس اللي بتعرفني يا سيدي اللي بيعرفوا أغنية بيعرفوا إحساس بيعرفوا كيف بغني كيف هذا رح تكون فيها شيء عنصر جديد عنصر مفاجأة وغير عن الموجود غير عن اللي إحنا هلا اللي عم نسمعه شيء جديد وإن شاء الله إنه وموضوعها كتير مهم موضوعها جدا مهم وراح ان شاء الله راح فيها نوع من التمرد يعني كمان ان شاء الله انه راح تنال اعجابكم يا رب كل التوفيق حبيبي كل التوفيق شكرا لكم جميعا اكيد شكرا شباب خليكم العبوا خليكم اهلا وسهلا شوفكم بعد 10 سنين